هذا الفيديو ان شاء الله كيف خرجوا العمل تاعنا ولا المذكره تاعنا ولا البروجي تاعنا اللي خدمنا عليه في الاوفر ليف ولا في الباتياك باش نسلموه يعني كنسخه تاع بي دي اف. شتو احنا مثلا المحاور، المحاور ما نعرفوش نكتبوهم المحور الاول هكذا تيكست بار، نخدموه دائما بهذوك اونتي سلاش كيما شفنا سيكشن سيكشن مثلا المحور الاول نديرو اونتي سلاش سيكشن بين العاكفات نكتبو عنوان المحور الاول باش بعد كي نكتب له انا نكتب له غير تيبل اوف كونتنت يجبد لي المحتوى كامل. دوك نشوفوا المثال. دونك كتب ايتم هو عنصر، انا نقول له لهنا كي نقول له بيجين ايتمايز اند ايتمايز راح نبدا ليست تاعي. مثلا نقول له ايتم ايتم نكتب له انا بالعربيه ولا بالانجلي، مثلا بالانجلي مثلا هذا فيرست ايتم. نزيد نروح انتي سلاش نكتب ايتم. من بعد كي تقسموا البروجي تاعكم للتشابترز وغيرها من الامور، في المين اللي هو كما قلنا يتكومبيلا ويعطيكم البروجي النهائي، تعيطوا كل هذو برك شغل كل اللي تعيطوا لهم عن طريق انكلود اللي عاد ان باج خاص ب تكس اكستنشن تاع دوت تكس. هنا نستعملوا غير انكلود، مش كيما هنا استعملنا انكلود بي دي اف، بس كبير راح انكلودو ام بي دي اف. دونك هنا استعملنا انكلود، عيطنا للدي تكون مذكرة وفيها اللينكس شتو اللي هضرنا عليها. نشوفو كي نكليك مثلا العنوان ثلاثة يديني مباشرة للعنوان ثلاثة. هاي بس تكون مذكرة اللي كتبناها، وأكيد كيما قلتلكم لازم تزيدو نتوما البيبيوغرافي اللي درناها في الفيديوهات السابقة.